كاينش حاجه الا انا بدل تطوع على المغرب ولا الحرقه اللي في ديال المغرب حتى مغربيه اللي فيا. هادشي اللي جبت نهضر اللي بغيت نطلب منكم طلب طليبه وحده الله يرحم والدينا كاين دواء واحد وباش تقضوا على الفيروس هو تبقاو في بلادكم تبقاو في دياركم تشدوا ولادكم تشدوا الناس اللي كبار يبقاو في الدار والناس اللي بغيتو تقضيه ولا شي حاجه صيفطوا واحد لي صغير عندكم في الدار هو اللي صيفطوا هو اللي كيجي يمشي يغسل لي يديه وداكشي ويجي لكم تقضيه. عندكم جوج سيمانات علاش كنهضر مع بحال هكا حيت انا مقيم في اليابان في الجابون اللي قريبه لاصين نقدر ناخذ الفيروس دغيا ممكن ما مكلاسينش بحال في اسبانيا ولا بحال فرنسا ولا بحال طاليان. علاش؟ حيت خديناها حاجه صغيره سدوا الحدود دغيا يعني وزاره الصحه اللي كتقول لينا كنطبقوه من ا حتى الزد ما كنزيدو ما كننقصو ما كاينش هذوك الناس كيبقى يهضروا في الخاويات هذا ما هذا الكذوب هذاك الشيء راك بالعكس راك تزيدو كتخلعوا باك ومك وجدك وشحال من واحد اللي ما قاريش واللي ما فاهمش راك تزيدو كتخلعوهم. كاين شي حاجه خلي الوزاره الصحه هي اللي تدير خدمتها والسلطات راهم شادين دايرين خدمتهم وما تخليوناش ضحكه على البلدان الاخرين. الله يرحم والديكم طبقوا داكشي اللي كيقولوا لكم الوزاره الصحه راه ماشي حيت باغين ما باغينش الضرر ليكم وليهم ولهذيك البلاد. اللي باغي نقول لكم بقاو في ديوركم هذا احسن دواء واحسن يعني it's like a good idea is the best idea you need to stay in your home. هذا هو الحل بقاو في ديوركم. علاش حنا ما كنا هاد الحالات مابقاش كتزاد عندنا؟ علاش مابقاش هاد الويفايات ما كاينينش؟ علاش الولاد دابا كيتشافوا بنادم عندك 49% اللي بداو كيتشافوا في الجابون اللي حنا رغم ان حنا قراب لاشين. علاش؟ حيت مطبقين هذاك الشيء ما كنخرجوش ما كنمشيوش لك البلايص اللي عامرين اللي فيهم الرواج ما كنزيدوش ما كنديروش الكذوب ما كنطلعوش البوز على ظهر بنادم بلا مي بلا 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 عصا لا حتى حاجه. بنادم كيهضر معاك يقول لك دير هادي راه كنديرو هادي ما نديرش هادي ما كديرش هادي. حنا عرفتي علاش؟ حيت الجابونيين باغيين الخير لبلادهم. ها ما قال لك من هنا السيمانه غات جوج سيمانات مع السيمانه ونص ان شاء الله غتبدا الحياه العاديه. علاش؟ حيت طبقنا هذاك الشيء اللي كيقولوا ما كنمشيوش لي بواط القهاوي بلا 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 عنف لا والو. كيقولوا في الاخبار يعني سدوا هذا الشيء الا بغيتوا تسدوا البلاد قدام لشي حاجه ديروا هذه ديروا هذه ودير هذه ديروا هذه حنا كنديروا هذا ما كنزيدوا ما كننقصوا. الناس اللي خايفين على المشاريع ديالهم كاع خايفين حنا المشاريع ديالنا. كاين صحابي كاين انا نيت عندنا مشاريع عندنا محلات ديالنا هنايا ولكن ما عندنا ما نديرو قضية هبطات محتمل القضاء ديال الله سبحانه وتعالى. اللهم نصبروا ويفرجها ربي من بعد وترجع العادية وترجع الحياة عادية ولا تزيروا الكذوب وهكا وناخذوا داك الشيء ماشي سيغيو وتبقى ديما هذا المشكل عندكم وتطيحوا في واحد المشكل كبير. كورونا راه ماشي هاش نعاود نقولها لكم كورونا كيقتال فيروس قتال وكيغدر بنادم كيغدر بنادم ونعاود نقولها لكم وزيدوا واحد لكن شي واحد الله يستر ولا قدر الله ومات بكورونا راه ما كترحموش عليه راه كترحموا عليه غير واحد القضيه ما كتمشوش تدفنوه ما كتوادعوش معاه ما كتسلموش عليه ما كتبوسوش يعني كيدفن شناهو تخبية. عما على قضية وحدة سميتها مي نعيمة وما سميتها حاجة تكون مي حيت مي ما متخلفاش بحالك كنهضر على نعيمة ما سميتها امها نعيمة حيت مي ما متخلفاش وامي كتبغي الخير للمغرب وما كتكذبش على داكشي اللي ما كتكذبش بنادم وشادة الفيروس شادة سيغي شادة حيت كانت عندي هنايا مؤخرا جاو عندي هنايا وشداتو عرفات بنادم كيفاش شدو هاد كيفاش الناس كيتعاملوا مع الفيروس.
بس تجي انت تقول لي لا راه ما كاينش ما كنخافش، بس تجي هذيك المي النعيمه كتقول لك لا ما كنخافش راه غنمشي نتقدى وغادي نخرج وغادي نسلم على بنادم. سيري بغيتي تموتي سيري موتي بوحدك، ما تعاديش بنادم ما تعاديش ولاد بلادنا، ما تكونيش متخلفه. اجداك انت قال اليوتيوب ولا بغيتي البوز ولا سيري ضربها بحجه وتجلسي مع راسك. اما كان ما كندير الكلاس حتى شي واحد، انا كنهضر على هذيك نعيمه اللي كتشوف سيدنا محمد السادس خايف وعاطي يعني دار مبادره بالفلوس الخاص باش يزيد هذا القدام باش يحبسوا هذا الفيروس. الوزاره تاهما خدامين، كاين شي وزاره حطوا تاهما بالفلوس، كاين لي بونك تاهما حطوا ساهموا بالفلوس، باش تجي انت مؤخرا تجي في الاخر تقول لك راه ما كاينش هذا الفيروس، راه حشومه عليك، راه حشومه عليك. الا ما كاينش لا ما كاينش واحد القضيه خافي على اختك ولا ولادها ولا جداتك ولا اي واحد. ما تمرضيش والدينا وما تمرضيش والدين صحابي وما تمرضيش المغرب كله، حيت المغرب راه فيه عائلتي فيه صحابي فيه احبابي فيه اللي كنبغيو واللي كنكرهو. وراه رحت المغربيت اللي دابا كنهضر انا هكا نورمالمون عمري ما درت هاد الفيديو بحال هكا، عمري ما درت هاد الشيء ديال اليوتيوب ولا داكشي. هادشي علاش درت هاد الفيديو. الله يرحم والديكم، احسن طريقه واحسن وسيله هي تلتزموا في ديوركم، ما تمشوش بحال دابا شي واحد طاح في الشارع ما تمشيش تقزقزوا عليه وتدوروا عليه، راه اصلا تقدروا تاخذوا حتى الفيروس. عندكم جوج سيمانات تقدروا تصبروا في ديوركم، ديروا فيلم ديروا اي حاجه هضروا مع عائلتكم جوج سيمانات. يعني جوج سيمانات تقدروا تدوز براس رمشه العين ولا الفيروس يبقى ديما. اللي بغي نقول لكم حدوا مع الناس الكبار والناس اللي ما عندهمش المناعه، وحدوا مع الصرف الفلوس اللي كيدور على البشر كله. يعني غسلوا يديكم ديروا الكمامات، انا الحمد لله باقي عندي ندير الكمامات. سمعوا وزاره الصحه اش كتقول، يعني ما تخرجوش هكا ما هكا، ماشي باش خص لابد العنف باش نسمعوهم. راه باغي الخير ليكم وليهم وللبلاد، حتى نتوما خير حتى نتوما ما عاونتوهمش شكون غادي يعاون هذا المغرب. انا واحد القضيه فيا مثلا نجي سمعت هاد الكورونا باغي ندخل المغرب، واخا ما فيهاش كورونا الحمد لله ولا شي حاجه، ولكن الا مشيت شدي الطياره ما عرفتش الطياره اش فيها، نقدر نشد الكورونا ونجي ندخلها المغرب ونمرض عائلتي مغاربه صحابي احبابي. اللهم خلي هاد الازمه تدوز وندخل المغرب معززا وراسي مهزوز الفوق وفرحان، وما فيه ما يعني داخل ما كاينش واحد البانيك ولا شي حاجه. الا ما عاوناش بلادنا شكون غادي يعاون هاد البلاد؟ ما تضحكوش علينا بلدان الاخرين، الله يرحم والديكم. ما نولوش ضحكه بحال طاليان ولا اسبانيا ولا فرنسا، ما خادوهاش شي حاجه صغيره ما شوفين كيف فين وصلوا. حنا اللي عندنا هنا البصر يعني شناهو البصر راه مشتت، ولكن راه بداو كي اش نقول لك بدينا كنسمعوا، يعني منين نسمعوا وزاره الصحه اش كتقول ومطبقين هذاك الشيء اللي كنقولوا، هاي بدا التراجع. عندك 49 حاله 49% اللي داوات، هو اللي الفاكسان بداو كيلقاوه. الحياه العاديه بدات كترجع، علاش ما نديروش حنا بحالهم؟ اش ناقصنا؟ هما عندهم حنا هنايا عندهم دماغ، حنا عندنا دماغ، هما بصر حنا بصر، باش فايتينا؟ باش فايتينا؟ حنا اللي خصنا نكونوا متعرضين لهذا الفيروس كورونا، متعرضين ليه اكثر، اللي قريبه لينا حنا الشينوا، كوريا تا هي، ولكن كوريا وشينوا ما عندناش بحال الحالات اللي كاينين في ايطاليا واسبانيا ولا فرنسا. واحد القضيه الله يرحم والديهم، هذوك الناس ديال اليوتيوب اللي باش يطلعوا البوز باش ياخذوا البوز هذاك الشيء، هذا راه فيروس وباء، ما بقاش شي حاجه فيها الكذوب، شي حاجه فيها باش تطلعوا البوز باش تاخذوا باش بنادم البوز، خلي البوز من بعد
اللي بغى يدير شي باز ولا شي حاجه في اليوتيوب خليها من بعد تدفوت هاد البيرو ديال اللي فيها ديال الخايبه وداك الساعه ملي بغيتو ديرو اما حاجه حدين سنقول لك الله يرحم اللي بغي نقول لكم الله يرحم والديكم احسن طريقه هي تبقاو في دياركم بقاو في دياركم راه عندكم هاد جوج سيمانات اما يعني بلاك وايت يعني واحد اللي ما واعيش وما فاهمش حاولوا توعوا وتفهموا وزاره الصحه راه ما تجيش تطيع عليكم الباطل ولا تكذب عليكم راه باغا لكم الخير وباغا البلاد الخير وباغي لهم هما نيت الخير الا بقات هكا بحال هكا الدوله يعني كون واحد القضيه وصلت دابا 49 ولا 49 حاله في ظرف 3 سيمانات راه غادي واحد السرعه راه خايبه بزاف وجوج حالات اللي ماتوا راه خايبه بزاف هادو اللي بانوا دابا يعني من هنا 3 سيمانات ولا 4 سيمانات اللي ما طبقتوش هاد الشيء اللي كيقولوا وزاره الصحه بقاو في ديوركم فاش اساتوس فين غتوصلوا فاش عندنا السبيطارات ديال هاد الحالات اللي كلشي مرض عاونوا الدوله ديالكم عاونوا ريوسكم وعاونوا عائلتكم وعاونوا احبابكم انا نعاود نقولها حتى ما جيتش دخلت المغرب فيه مثلا ندخل المغرب قلت لا بلاتي ما فيها لا كورونا ولكن خايف هنايا خايف لان زعما نتقاس بالفيروس كورونا الله ما مشي المغرب علاش غادي نمشي المغرب غادي نمشي المغرب الا كنت غنمشي المغرب باش نفرع عائلتي ونشوف حبابي شحال هادي ما شفتهمش ماشي نجيب لهم المرض يعني لا ما كانش فيا الكورونا راه غنشدها في الطياره نقدر نشدها في الطياره نزيد ندخل المغرب انا وليت معادي بلادي علاش ما بقاش انا نصبر ثم صبر اجي يا زوج سيمانات في ديوركم انا نقدر انا نصبر واحد 3 شهور ولا 4 شهور الثاني باش ندخل المغرب وندخل المغرب بخير نشوف عائلتي نشوف حبابي نشوف صحابي هادشي اللي بغي نقول لكم الله يرحم والديكم طبقوا داكشي اللي كيقولوا لكم راه ما يكون الخير اما شي واحد يقول لك الاعشاب من الاعشاب هادي وهادي هادي ما تقطيقوا حتى شي واحد جلسوا في دياركم طبقوا داكشي اللي خاصو يدار ما تخرجوش الماكله باش تكثر التقضيه راه ما هنا راه ما كاين قضيه واحد القضيه ما كاينش فاش داروا قال لك فاش اول مره فاش قال لك الفيروس كورونا داكشي ما شافش الناس منو كياخذوا كيتقداو كياخذوا وكيمشيو ياخذوا ويستوكيو في الدار كايناش هذا غير وباء يعني شنو هو الحل الواحد هو ماشي هو الماكله هي كيفاش نوقفوه هذا راه ماشي نعاود نقول لكم هذا راه ماشي فيروس زعما ايبولا ولا شي الفنوز الخنازير ولا شي حاجه لا هذا فيروس اخر حنا اللي كيهضروا عليه هنايا يعني صعيب بزاف كيغفل بنادم يعني ما كتعرفوش واش فيك ولا ما فيكش يعني غير تحس بواحد الحاجه حنا كنحسوا بشي حاجه نقدر نعيطوا لهم نقول لهم ها كيجيو عندنا حتى للديور يعني ما الا كنت حسيتي براسك مريض بقى في دارك ديال الكمامه يعني الماسك وما تعاديش خوك صاحبك جداتك امك خالتك باك احبابك صحابك ما ناخذوش هذا المرض بحال يعني شنو نقول لك ناخذوش هذا المرض زعما غير ضحك كاين فيروس وقتال يقدر يدخل هذا الفيروس كورونا في التاريخ اكثر من ايبولا اكثر من اي فيروس هذا قتال نقولها لك حيت كنشوف هنا واحد ونزيد واحد القضيه الناس اللي كيموتوا هنايا واللي كيموتوا بكورونا راه ما كيمشيوش يسلموا عليهم ولا كيتواعدوا معاهم ولا كيبوسوهم ولا شي حاجه كيموتوا واحد الموته خايبه نفكروا في هذه القضيه
ما بغيتش انا يا با ولا امي ولا خوتي ولا صحابي ولا بغيتيش انت باك ولا امك ولا اخوك ولا صحابك يموتوا بهذه الموته معذبه، موته ما تسبعش فيه تشوفان، ما تقدرش تودع معاه، ما تقدرش تسلم عليه. يعني الله يرحم والديكم، خذوا هذا واحد الفكره، هذا المرض سيريو. يعني كنهضر مع سيريو، راه سيريو، مش كيقول لك راه نمشي نتقدى، انا ما كنتقاش، انا غادي نخرج انا ما غنتقاش. انا نقولها لكم، تقدر فلوس، تقدر فلوس، الفلوس الصرف يقدر يدورك توا في الفيروس، لا ما درتيش الوقايه لراسك. في الطوبيس، في اي حاجه مسيتيها وما غسلتيش ليديك، راه تقدر، راه تقدر تعادي اي واحد، تقدر تاخذ انت المرض. علاش انا نقول لك هنا حتى الناس خايدين، خادوا يعني المره الاولى فاش خادوا يعني تخلعوا، يعني اللي خاف نجا اللي كنقولوا. الناس كيغسلوا يديهم اصلا، هما ديما كيغسلوا يديهم، المهم خادوا اللي كيغسلوا ديك الطريقه ديال اللي الفيروس ما يقدرش يتنتشر. كنسمعوا كيقول لك ما تخرجوش، يعني ما كنخرجوش، ما تمشيوش، لا بوليس، لا ضرب، لا عصا، لا حتى حاجه. كنسمعوا الناس كيش كيقولوا لنا ديروا لينا ما تقوش تخرجوا، انا ما كنخرجوش، ما تمشيوش هاد البلايص اللي عامرين، ما كنمشيوش هاد البلايص اللي عامرين. حاولوا تتفادوا هذيك المجتمعات الخاويه، راه ما كنمشيوش نخرجوا. اش نقول لك، اللي قاعد عندنا المحلات، قال المحلات ما عندنا ما نديروا، هذا هو قدر الله، هذا هو القدر الله، ما عندنا ما نديروا، سدينا المحل، ما القديمه ما مشياش، ولكن الحمد لله غادي يفرجها ربي ان شاء الله، غادي يفرجها ربي. هادشي كلشي كيبقى مكتاب، يعني قدر ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن علينا حنا واحد رياكسيو خصنا نبادرو بها، يعني ناخدوها. يعني هاد الفيروس راه تنسميوه يعني فيروس قتال، يعني غدار، كيغدر. انا نقولها لكم، هاد الفيروس كيغدر، بنادم كيكون قالك لا ما كيفيش كيطيح، وما تبقاوش تكذبوا على، تبقاوش اخبار الكذوب، راه واحد طاح في الشارع، لا ما هادي، لا هادي، راه الاعشاب، لا من الاعشاب، هادي ما هادي، حيدوا داك. سمعوا لي اش نقول لكم، عندكم وزاره الصحه، راه ما تقدرش تكذب عليكم. البوليس مي كيقول لكم ما تدخلوش، ما تخرجوش، ما تحلوش القهاوي، ماشي تيريبوا لكم ولا يعني باغي لكم مصلحتكم، ما تاخذوش عين تعاندوا معاهم، راه كتعاندوا مع فلوسكم، راه تجيبوها في راسكم. كيقول ما تحلوش قهوه، ما تحلوش قهاوي. واش وصلت لنا هاد خصنا النشاط هو الاول، خلي النشاط من بعد، النشاط خليه من بعد، وديك الساعه نشطو اللي بغينا نديرو، ولكن ناخذو شي حاجه يعني جديه. ونتمنى يفوت هاد الفيروس كورونا من المغرب، ما عرفتش نقول لكم. هذاك غير واحد القضيه، هذوك اليوتيوبرز اللي كيبغيو ياخذوا البوز على والو، ما عندكم ما ديروا بهم، ما عندكم ما تسمعوا فيهم، خليت تدوز هذا تديز هذا عاد، ولا عطيني الزيار والقضيه والكذوب والضحك وهذاك الشيء، خليه من بعد. يعني كلشي كيجري، وكلشي كلشي يعني مخلوع، كاين شي وحدين كيما يعني زعما سومبالا، يعني جالسين ضاحك، ما خدي انا مشي هكا، فاش داروا واحد ريبورتاج على الشارع، الخضره موجوده، حنا كنتقداو، راه ما كاين لا كورونا، راه ما كاين لا كورونا لا والو، كاين كورونا في الفلوس. خلي هادشي من بعد، خذو انت الا بغيتي كورونا، سير لها انت. بحال شي وحدين فاش طاح هذاك في السبيطار ديال الصوفي، اول حاله مشاو الناس كيتسناو فيه، وشادين التليفون كيتسناو باش واش كيتسناو بان فيروس الفيروس غادي يخرج لهم كومبلي، وغايخرج لهم من الدار، يبدا يشير لهم، راه يخرج يقتل فيكم النص ديالكم. داك الاخبار الزائفه اللي ما فعل لا
لا علاقه لا ما عندكم ما بقاش قاعد تنطوا ليها. والصراحه فاش دارت هذه الوزاره فاش هضرات الامن ديال المغرب اللي شاف شي واحد دار داك الفيديو ديال الزائف ولا ديال الكذوب وداك الشيء غرامه ماليه والسجن شاب ما عندي ما نسالو الصراحه. واش بنادم كيقول لكم كاين شي وحدين اللي كيهضروا من السبيطارات يعني طبيب منه ما داك ديال الطبيب اللي كاين في فرنسا سميتو اللي كيدير داك ديال ضحكت ماشي ضحكت خسر ضحكت خسر ما دوك اللي هذوك الجوج ما المهم تبارك الله عليه حتى هو دار واحد الميساج من فرنسا في الطبيب باش يوصلها لكم نتوما انا ما بغيتش توصل صدق سكيزوفرين هذاك السيد حتى هو هضر تبارك الله على الرمضاني حتى هو تبارك الله عليه اللي خرج في واحد واحد الميساج تبارك الله عليه وشابو من هنا تبارك الله عليه بحال هادو اللي كيهضروا شي حاجه معقوله اما شي وحدين هاضرين في الخاوي ما عندكم ما ديروا بهم ما عندكم ما واعيينش باغينها الفلوس وباغينها البوز وباغينها شي ما كيفكروش يعني هذاك الوباء يقدر هذاك الفيروس يقدر يشد صاحبه ومن صاحبه غيقدر ينقلوا الخو ينقلوا الباب غيقدر باه كبير في السن هو مات ما قدرش يترحم عليه ما قدرش يموت ما قدرش تيبوس ما يقدرش تيبوس ولا يسلم عليه يتوادع معاه الله يرحم والديكم. بغينا ندخلوا المغرب بغينا نشوفوا عائلتنا بغينا نشوفوا المغرب بغينا نشوفوا المغاربه يعني اول مره غيتحدوا اول مره يدير لي الدين في اليد ونقاوموا هذا الوباء هذا الفيروس راه الدوله ولا الملك سيدنا ولا محمد السادس ولا اي ولا شي واحد يعني شنو نقول لك يعني السلطه ولا شي حاجه هما اللي بوحدهم اللي غيقدروا يكافحوا هذا الفيروس راه ماشي بوحدهم حنا الشعب اللي خصنا نعاونوه يعني انت وباك وامك وخوك وعمك ولا اي واحد يقدر حنا ما عاوناهمش شكون غادي يعاونوهم حاول الله يرحم والديكم تفادوا داك الاخبار اللي الخايبه اللي ما لا 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 لا, لا ما عندها حتى شي علاقه خاف على باك على امك على جدك على خالك عندك شي واحد مريض شحال واحد خاف عليه خذوا هذه بجديه ما غتموتوش الا بقيتوا جوج سيمانات في ديوركم شي واحد اسمع عاود تقول لك لا تقديه صيفطوا واحد اللي هو الصغير فيكم يقدر يمشي يتقدى لكم ويجي ولكن تلاقاو ليه بلا الكول تلاقاو ليه بالصابون شي حاجه ويغسل يديه ويخلي صباطو برا و المكره راه ما تقادعش باش تحمي اش نقول لك لا درتوا الطريقه وتحميوا يعني عائلتكم اصحابكم احبابكم خوتكم المغرب ما تخليوناش الضحكه للبلدان الاخرين نعاود نقولها لكم مثال صغير الشينوا وحنا الجابون وكاينه كوريا اللي قراب للصين ما عندناش الحالات يعني بدات الحالات وكتراجع ولا دابا 49% اللي داوات ما بقاش كنشوف هاد الحالات اللي ديال الكورونا بداو لقى واحد ولا شي حاجه الله يرحم والديكم علاش نقول لكم هذا هو السبب التزمناش كيقولوا لينا كنديروا ما تخرجوش ما كنخرجوش ديروا خرجوا مسحوا يديكم ما تمسوش البيصان ما تمسوش البلايص اللي كيشدوها لهكا الناس ما تمشوش لبلاصه بحال دوك تكون شي مجتمع ما نحاولوش نتجمعوا ما نحاولوش نضحكوا ناخذوا داكشي غير بالضحك ولا شي حاجه كناخذوا داكشي مزيان سيريو. المهم النصيحه الاخيره اللي غنقول لكم خافوا على باك خاف على باك ولا امك ولا عائلتك ولا اختك ولا اخوك ولا جدك وخافوا على المغرب خلي المغرب نشوفه فوق الفوق يعني الملك محمد السادس ناصر الله وكاين شي وزاره وكاينين شي وحدين ساهموا بمالهم الخاص حنا نساهموا علينا نساهموا باش نساهموا يا رب نسمعوا ونطبقوا باش نطبقوا حيت كيسيطروا علينا كيفرضوا علينا شي حاجه راه كيهضروا علينا باش على 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 قبلنا ما نخرجوش ما يكونش راسنا قاصح وما يكونوش العناد ديال والو ما نكونوش مكلخين ومتخلفين
شي واحد لا نقول لك شي واحد اللي كيشوف هاد الكورونا راه ماشي 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 شي حاجه راه ماشي شي حاجه راه ماشي راه دايز ولا شي حاجه راه ما والو نعاود نقول لكم حيت كنشوفوا شي حالات هنا راه كاين كيموتوا فيها وكيموتوا موت خايبه نقول لك تولي القضيه فيها التقيه فيها يعني الرياء فيها شي حمل حاجه. المهم الله ينجي اي مسلم والله يجي اي مغرب من الصغير فينا حتى الكبير فينا والله ينصر سيدنا محمد السادس اللي ساهم فلوسه الخاص والوزاره والامن ديال المغرب تبارك الله عليكم. ماشي كندير هكا باش نطلع للبوز حيت دايرين خدمتهم حيت كنشوف الاخبار هنا كيديرين دايرين خدمتهم كيتقاتلوا حتى هما على واخا ما عندناش بحال مع المغرب ماشي بحال داك الوضعيه ديال الجابون ولا شي حاجه ولكن كيتقاتلوا برافو عليهم برافو عليهم. الا ما عاونتوهمش المغرب راه غيمشي في واحد خايبه بزاف يعني ثلاثه السيمانات اللي وقعت القضيه ولات فيها 49 حاله راه فغادي بواحد الفيتاس راه خايب بزاف. خافوا على ولادكم على جدكم على باكم على خوتكم على عائلتكم على اصحابكم على اي واحد وخافوا على راسكم تنتوما. ومن هذا المنبر الله يرحم والدين هذيك نعيمه والما شنايا الا كانت عندك ديك الخيفات ولا ما دايرهاش ما تكونيش مكلخه وما تكونيش ما تخرجيش على المجتمع المغربي الله يرحم والدين. عرفتي علاش؟ حيت الناس كاينين كبار يقدروا يتيقوك قدر الناس الكبار يقدروا يتيقوك كاين شي وحدين اللي كيديروا هذيك اليوتيوب اللي كيهضروا شي حاجه تافهه تافهه بالكذوب هذيك الشيء ما تفكروش راه كاين شي ناس كبار يقدروا يتيقوكم الناس كبار يقدروا يتيقوكم الله يرحم والديكم راه فيها با وفيها مي وفيها باك وفيها جدك وفيها الناس اللي يقدروا مساكن الناس كبار يقدروا يتيقوا اي حاجه هذا الشيء لهذا الله يرحم والديكم. ما تزيدوش الاخبار وما ما تزيدوش في شي حاجه خاويه هذا راه مات هذه خذوا شي حاجه خلي الصحافه اللي تهضر خلي وزاره الصحه اللي تهضر بغيت تهضر وعي بنادم بغيت تهضر في اليوتيوب وعي بنادم ما تخرجوش ما ديروش هادو نكونوا متضامنين وداك الشيء باش واحد شي حاجه زايده ما تنقول لك ما انا بحال هذيك ديال نعيمه ما سنقول لها حسن نقول لها امي حيت امي ما تنقول لها ما نقولها لك امي ما تقدرش تخلفهاش بحال هكاك وامي ما غالخير المغرب ديالها وشاد هذا الفيروس كورونا يعني شي حاجه صغيره باش تخرجي انت تقول لك لا راه ما كاينش راه ما هادي راه الضحك راه ما كاينش انا نمشي نسلم وغنمشي نتقدى ونسلم على بنادم ونسلم على كل شيء وديك باغي تموتي سيري موتي بوحدك ما تعاديش عائلتي وصحابي وخوتي وحبابي والمغاربه كلهم ما تكونيش مكلخه ومتخلفه اجدك انت كاع اليوتيوب كاع سيري ضربها بحجه وجلسي مع راسك راه ماشي حازك على قضيه اليوتيوب تفوت هاد القضيه ديال كورونا ديري اللي بغيتي هذوك الساعه سيري تسطياو وبداو تسطياو وديروا اللي بغيتو اما خذوا دابا شي حاجه بحال كاين شي واحد اليوتيوبرز كنشوفهم تبارك الله عليهم كيوعيو بنادم كيوعيو بنادم كيديروش اخبار خايبه نعاود نقولها لكم هذاك كاين شي واحد ديال الطبيب ديال اللي كاين فرنسا اللي كيدير ديك تستحق تخسر كاين جمال الفا اللي هكا كاين سكيزوفرين كاين شحال من واحد ما سمحوا لي ما عقلتش على السميات تبارك الله على اليوتيوبرز اللي كيوعيو بنادم متفق معاهم تبارك الله عليكم. هذا اخوكم اللي كان في الجابون اللي باغي الخير المغرب وخير كاع المغاربه وطامنوا اليد في اليد نقدر اليد في اليد تقدروا توقفوا هذا الفيروس كورونا هاد كورونا راه عند نقول لي ما تفقتوش راه ما راه يخرج على المغرب كله وما بغيتش نضيع على ما بغيتش نضيع بومي وخوتي وحبابي وصحابي والمغاربه وسيدنا ووزاره والامن وكل شيء ما بغيتش نضيعهم فوالو في الكدو بالضحك ولا شي حاجه هادشي كيبقى يقول لك كيبقى لك يعني كنقول قدر الله راضي على قدر الله سبحانه وتعالى متفقين معاكم ولكن خاصنا نوقف هذا الفيروس الله سبحانه وتعالى ما كيبغيش يدينا الهلاك. المهم اخر نصيحه هذا اخوكم اللي كان في الجابون نتمنى
يوقف هذا الفيروس كورونا ونشوف المغرب ان شاء الله بخير ضامن. راني كنشوف المغاربه متضامنين وواقفين وما كيخرجوش. كنفرح الصراحه. كاين شي واحد جوج اساتذه ديالي فاش كنت صغير هضرت معاهم كيقول لا راه ما كنخرجوش بلا ما زمت سمياتهم. كاينين جوج واقيلا عايشين في الرباط وحده في مراكش. المهم قال لك الناس ما كيخرجوش شادين ديورهم. فرحت يعني الناس كاين واعيين ناعين الناس واعيين ما كيخرجوش. كاين المغاربه ما كيخرجوش ما كيديروش راه متبعين داكشي اللي وزاره الصحه اللي كتقول. كنتواصل مع عائلتنا كيقول لك عائلتي نيت الواليد الوالده خو ادريات كيقول لك لا راه دابا راه المغرب كازا وداكشي راه واقفين المغاربه راه واقفين ما كيخرجوش ما كيضامنين. كيقولوا لك راه سيدنا تبارك الله عليه راه ساهم بالفلوس الوزاره تا هما ساهموا بالفلوس لي بونك تا هما ساهموا بالفلوس تبارك الله عليهم. كاينين الناس اللي كاينين الناس واعيين راه شادين كلشي كيداخل ما كاينش الناس كيتمشى. كنفرح. المهم الله يبعد عليكم هذا الفيروس علينا وعلى جميع المسلمين ونتمنى تكونوا احسن صوره في العالم. يعني المغرب ضامن هذا هو اللي هذه الكلمه اللي بغيت نقولها. بغيت نتمنى نكون نسمع احسن بلد ضامن لا اليد في اليد وكافح هذا الفيروس كورونا واحد المده وجيزه والناس ما كانش ما ضيعناش احبابنا وما ماتوش الناس بزاف وخليت لكم الراحه وتبارك الله عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله.